علي عثمان من محل إلكترونات، وكيل معتمد من شركة بليفون. أول شيء مبروك الوكالة، الله يبارك فيك. يا ريت تشرح لنا إيش اللي بتقدموه بالمحل هنا. احنا هون اخذنا بالريني والمنطقة طبعا وكالة لشركة بليفون. طبعا بنقدم بنبيع تلفونات على اساس فاتورة، على يعني اللي عنده حساب بنك او فيزا كرتيس اشرائي بيقدر يجي يشتري معنا بليفون تابع لشركة بليفون. طبعا طبعا من المعروف انها شركة بليفون هي شركة جدا قوية، تابعة طبعا لشركة بيزك، هي شركة بليفون شركة كتير كتير قوية، بتقدم كتير خدمات. صار لها، هي أول شركة على فكرة بإسرائيل وصار لها أكثر من 20 سنة، عندها كتير مسؤولين منيحة، كتير خدمات منيحة، كتير أسعار منيحة. من ناحية إنترنت كمان هي بتتميز بالعالم، أقوى شركة بالعالم من ناحية سرعة إنترنت شركة تليفون، من ناحية أسعار. طبعا في منافسة قوية بين الشركات بدول إسرائيل، بليفون، سيليكون، ميرس، أورانج. طبعا احنا بعد خبرتنا وبعد ما درسنا الحملات الموجوده ببليفون تبين لنا انها شركه بليفون هي ارخص شيء. طبعا بوجه هسه لاهل الريني والمنطقه هون، حتى للكوخوت اللي هن ببليفون بسلكي ويجوا لعنا ياخذوا هالساعه، لانه في مفسعين هسه اللي بنقل من شركه تانية لعنا باخذ كثير هنحوت وكثير تخفيضات، اللي هن هدول ممكن يوفروا عليه الدفعه الشهريه، يمكن التوفير ما يكونش بمبالغ كبيره، يمكن ب 50 100 شيكل، اما مصاري يعني اللي ممكن يوفروا يساعد. غير عن هيك اي واحد بيكون بشركه بليفون وعنده مشكله لقدام يعني في مجال يتوجه هون لعنا احنا بالرينا، حد الدور موقعنا يجي لعنا وياخذ اي خدمه بده اياها، فيش ولا اي مشكله. هاي من ناحيه شركه بليفون. وكمان مره بنرجع وبننصح اهل المنطقه يجوا لعنا، واحنا يعني بنتكفل انه نعطيهم اسعار عن جد كثير منيحه، خدمه كيف قالوها من الف على التاء، يعني كل شيء بنخدمهم، اي مشكله اي كذا، حتى لدرجه فيش حاجه يتصلوا على خدمه رقم خدمه الزبائن، يجوا لعنا واحنا متبلين. هاي بالنسبه لشركه بلفون. كمان شغله احنا هون بنصلح محجبين، في عندنا جوا معبدات محجبين كاملة مع بيع وتصليح وكل شيء، في عندي تقنيين اثنين كمان جوا بيشتغلوا كذلك الأمر. في عندي بصلح بليفونات، أي مشكلة بالبليفونات كمان أنا بصلحها، فيش مشكلة، بيقدروا الناس يتوجهوا لعنا من ناحية بليفونات، من ناحية تكلوت بجميع أنواع الأجهزة، حتى قديمة حتى جديدة، حتى جالكسي آيفون، كل الأجهزة يعني من دون استثناء. وبالنسبة كمان برجع للمحجبين، أي شيء بالمحجبين حتى لو كان للشراك، حتى لو كان لبيوت خاصة، أي خدمات، أي شيء تابع محجبين وبليفونات بيقدر الناس تأخذ من عندنا. بالإضافة إلى ذلك كمان أخذنا شغلة، عملنا عقد مع شركة اللي قفيش شيش كيف معروف بندفعش بالدوار، بس دي يتوجه على بنك اللي بده يدفع وصل قفيش شيش، فإحنا بنبشر أهل الرينة إنه بيرفع يدفعوا عندنا. اي واحد معه وصل لك فيش شيش، فيش حاجه يروح يدور على بنك او شيء من هون وهون، يجي لعنا وبدفع. كذلك الامر مي، كهرباء، يعني كدوار صغير خلينا نسميه، بتعرف اليوم الناس بتفوت على الدوار بتستنى كثير وقت وضغط والى اخره، بيقدروا يجوا عنا يدفعوا بنفس الاسعار، نفس الشيء، كثير شيء منيح، كثير شيء سهل وكثير شيء منيح.